كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم في هذا الفيديو هذا تاع اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم النهار كيفاش غادي يدوز بليزي طاب لي درت كامل في هذا النهار. اول حاجه ناض مشيت غسلت وجهي درت سكين كير ديالي صليت صلاتي ابري كلمت مع المسيسات ديالي. بالنسبه لهذا الفلوغ بغيت يكون ان شاء الله بوزيتيف وهكا الحمد لله بدا كيدوزو النهارات ديالي بما انني وليت دايره واحد التحدي ديال 90 يوم اني بارطاجيته معكم في الانستغرام وغادي نديرو معكم حتى هنايا في يوتيوب. مهم هكا كيدوز النهار ديالي خاصو يكون النهار ديالكم ديروا فيه بزاف ديال الحوايج تفيقوا بكري تخدموا ديروا بزاف ديال الحويجات. المهم هنايا طويت الحوايج ديالي وجيت نشرب واحد الكويس ديال الماء ضروري في الصباح ما كنشرب كاس ديال الماء وكنلعب ضروري بعد المشيشات ضروري نشوف شحال كيوجب شحال زوينين كيحمقوا غزالين. شوفوا هنا فين طلع ديال قطيط ديالي اي ابري كانت انا شي 8 بحال هكاك طلقت صورة البقرة طلقتها شي شوية وهنايا خدمت شي لهيبات كانوا عندي حيتهم عليا. المهم كنت انا خدامة وحدايا المشيش كيسخن ضروري بيجي يتخشى وحدايا برزطوني ما عليناش جيت باش نصايب الفطور صيبت هنايا خديت غير كيك هكا كان واجد. المهم هادي راه كتباع بنين بنينة 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 بزاف بزاف واقتصادية. المهم ودرت هنايا طميرات وكويس ديال القهوة بالحليب بالسكافطر. المهم بالنسبة لهاد الفيديو كي قلت لكم فراه هو بوزيتيف خاصكم تكونوا نشيطين في النهار ديالكم وما خاصش النهار ديالكم يدوز خاوي البنات والو ما ديروا خاص تقراو غير شي لغة كيف ما كانت انجليزية فرنسية اي لغة. المهم النهار ديالكم تعمروه ديروا فيه بزاف الحوايج ما تخليوش نهاركم يدوز خاوي. المهم انا بارطاجيت معكم هذا الروتين هذا اللي وليت كندير هنا كنشوف الساعة صحابني واش تعطلت مع حتى واحد البروغرام معياش نلبس حوايج معياش كذا. المهم مرتبة الوقت ديالي هنايا لبست حويجات ديالي باش نمشي لاصال 9:30 تقريبا مع ان كنمشي لفمات 9:30. هنايا خديت هاد الفيتامين ديال الزنك صراحة ما بيش نورمال. المهم كان نجيو كناخدو صافي هنايا خرج باش نمشي نتريني شي شوية حيت شوية تاع الطاقة السلبية ويكون شوية الحماس وتكون عندنا واحد الطاقة ايجابية واحد الانرجي اللي هي زوينة البنات دخلوا لاصال وانت زوين بزاف بزاف بزاف. شوفوا القطيطات فين ما مشيت انايا خاص نلعب مع المشيشات ضروري ضروري حتى هذا زوين اللي كنلقى في الطريق. المهم هنايا حطيت حويجات ديالي وجيت نتركني مزيان 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 لاصال فراه دخل من البروغرام ديالي يعني ولا عندي بشكل معتاد خصني انني نمشي لاصال واخا ما كنمشيش ليه يوميا غير 4 أيام في السيمانه اللي كنمشي ولكن دخلها في البروغرام ديالي وفي التحدي ديالي ديال 90 يوم. بالنسبه لتحدي 90 يوم كتحطوا بزاف ديال لي زوبجيكتيف ولا الاهداف اللي نتوما باغيين توصلوا ليهم وتبقاو ديروهم في النهار ديالكم يوميا كديروهم في هذا التحدي ديال 90 يوم يعني 3 شهور وانتوما كديروا في نفس الحاجه كتكون عندكم داكشي روتيني. يعني مثلا كنوض الصباح خصني نفيق في الوقيته الفلانيه مثلا مع الصباح نصلي الفجر نقرا شويه في القران نفطر ونمشي لعصال نقرا ندير بزاف ديال الحوايج في النهار ديالي. مهم النهار ديالكم ما خاصوش يدوز خاوي في هذا التحدي هذا ديال 90 يوم ومن مورا 3 شهور كتوليو انكم يعني خاصكم ضروري تعمروا الوقت ديالكم. المهم انا جيت هنايا للدار كنطيب الغديوه ديالي ماشي غديوه فطور فطور مازال كليت مع الدار. المهم هنايا تنطيب هذا الفطور هذا خفن زربان كيعجبني وصحي. المهم اهم حاجه اللي وليت ندخلها في هذا التحدي هو انني ناكل حوايج اللي هما صحيين. بعض المرات كيغرني الشيطان نجي ناخذ هكا تاكوس وداكشي حيت كيعجبني كيعجبني ولكن من بعد كناكل حاجه صحيه يعني ضروري في النهار ديالي ناكل صحي. المهم هنايا درت خبيزة ودرت هنايا البيض ودرت الشوفان وملحه وبزار كتطلع واعره بزاف. وهنا جيت نصايب احسن عصير عندي اللي هو هذا ديال لافوكا والبنان والحليب. المهم عادي ولكن كيعجبني كيعجبني كيجيني بنين 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 وكيحمقني. المهم هكا كان الفطور ديالي ودرت تما واحد شويه الكيوي واحد الميلفي ضروري بشويه الحلاوه عشان راه كنحماقنا على الحلاوه. ابخي هنا جيت ندوش ما دوشت في لاصال وجيت دوشت هنايا لبست البيجامه ديالي انا كندير لكم بيزو. وهنا جيت نقرا شي العيبات لعيبتي كاس وشي حاجه على وديت واحد البروجي ان شاء الله غادي نديرو كنقرا عليه دابا راه مده وانا كنقرا عليه. المهم قريب ان شاء الله قريب. المهم باغا ندير شي حاجه
اللي هي زويلة فهمتوا. دابا انا كنحاول نقرا عليها وداكشي الشيء باش نقدر نوصل الحويجات اللي باغاهم كيفاش اللي بغيت نشوفهم فهمتوا. داكشي باش انا باقا حاليا معطله شي شويه ليش كندير كل شيء. انا دابا كندير بزاف ديال الحوايج في داك البروجي ان شاء الله يكون خير ودعيوا معايا. فوالا المهم كي قلت لكم ما تخليوش الوقت ديالكم يدوز خاوي خاوي ما يدوزش النهار ديالكم خاوي. حاولوا انكم تعمروه ولو غير بحاجة واحدة اللي هي تكون يعني مفيدة لكم. ايه هنا كنت خارجة كان عندي واحد الغونديفو كنت خاصني نخرج فجيت نصايب مايكاب نصايبو خفيف طريف. هنايا البنات كندير هنايا كنرطب ضروري الوجه ديالي ضروري ضروري من الترطيب شويه ديال الفون دو طان. المهم نتوما ديروا اكرون ديروا اي حاجه حيت انا تخرجت لي شي ودرت غير شويه الفون دو طان منين ما درتش كندير هذه ديال ماي بيبين. وهنا اونتي ساغن ديال ماي بيبين كنضرب هذوك لي ساغن اللي عندي. المهم درت غير شي شويه ما كثرتش وجيت نتراسي الحجبان ديالي بهذا الكرايون هذا راه كيتباع مع الماكياج. المهم بشي 15 درهم بحال هكاك وكنمشط الحجبان ديالي ندير ماسكارا دي خطيره دي تاع اسونس نتوما شوفوا الفرق واضح. وشويه ديال البلوش كنديرو هكا حتى فوق العوينات ديالي بحال اللي فاغ بوبيير جيت داك اللوين. وغناخذ نفس الباليت ديال البلوش وغادي ناخذ هاد اللوين ثاني وغادي نديرو هنايا. المهم درت ميكاب نيو شي شويه المهم شويه شويه وصافي. وكندير هاد البلايص هادو وكنتراسي فمي بهاد الكرايون هذا راه كيتباع من الماكياج. كنت خديته ماشي خديته هذا كنت خداتو صاحبتي بخمسة ديال الدراهم هاد من الماكياج ما معجبني وهرفت لها على داك اللون. المهم هذا هو الميكاب ديالي خفيف طريف هو انا. وجيت هنا لماكدو جلست واحد شويه. المهم كنت هنايا كان عندي واحد الغونديفو داكشي باش ضروري محتم انني ناخد شي حاجه اللي ماشي هي هيلثي فود. ما تديروش بحالي ما تديروش بحالي كلو داكشي صحي عافاكم عافاكم. المهم كنت جالسه هنايا كنشوف شويه في الجو كان زوين الجو وكانت واحد سانسيت من بعد غنصورو لكم كان زوين زوين بزاف. وهنا كناكل الماكدو كناكل داكشي كناكل داكشي ديال الماكدو وصافي. كان واحد الفيو واعر في العشيه وكان واحد البريد زوين زوين. فوالا هذا ماكدو اللي كاين حدا لاكار حدا لاكار في جليز. المهم انا شوفوني شوفوا شوفوا الفيو خاطر خاطر هنا كيطلع على لاكار وكتسمع التران غادي جاي غادي جاي. ولكن هاني كان واحد الفيو اللي زوين. هنايا كنت كنراجعه في حالتي للدار صافي دازت شي زويونه. وهنا جيت ندير سكين كير ديالي اللي كندير ديما كنغسل وجهي مزيان مزيان. كنستعمل دابا انا حاليا هذا ديال سيغاف هو اللي كنستعمل وضروري من الايدغاتاسيون من بعد ما كتغسلوا وجهكم. كندير انا زيت اللوز هذا غير محمص وكنقرا هذا الدوق صراحه زوين بزاف عجبني. اي فوالا هكا كيدوز النهار ديالي اي بيزو. وابري اخر حاجه كنديرها هي انني كنكوشي على الحويجات اللي درت في النهار ديالي. اي بيزو باي باي.